السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مطبخ نور. لو أول مرة تتفرجوا على قناة مطبخ نور، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لي اللايك. النهاردة هنعمل مع بعض رول بطاطس باللحمة المفرومة. هنعمله ازاي ومكوناتنا ايه؟ معايا بطاطس مسلوقة ومهروسة، ومعايا نص كيلو من اللحمة، ومعايا معلقتين من البرغل حسب الرغبة، معايا بيضة، معايا معلقتين كبار من البقدون، من البقسماط الناعم، معايا معلقتين كبار او نص كوبايه من الموتزاريلا، نص كوبايه او معلقتين برضو كبار من الجبنه التركي المبشوره، معايا فلفل رومي متقطع كبير، معايا بقدونس، معايا بصل مبشور. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وجنزبيل وقرفه وبهارات مشكله، ومعايا فلفل اسمر برضو للبطاطس، ومعايا ثوم مفروم وملح وكمون. هنبتدي اول حاجه بالبطاطس. هاخد البطاطس معايا اول حاجه كده، هحط على البطاطس الكمون والملح والفلفل الاسمر وثوم مبشور مطحون خالص ناعم، والفلفل الرومي متقطع صغير. لو عندك بسله ضيفيها، عندك جزر مبشور ضيفيه، اي خضار عايزه تضيفيه ضيفيه، دي بقدونس حسب اختيارك برده حسب رغبتك، مش كتير برده. والجبنه التركي حسب برده اختيارك، يعني ما فيش مشكله لو ما ضفتيش الحاجات ديت، يعني على قد امكانياتك حطي. تمام، معايا الموتزاريلا. دلوقتي هقلبهم كويس قوي مع بعض. هنعجنهم خالص مع بعض، نخليهم طريين جدا اهو. اهم حاجة وانت لما تسلقي البطاطس اهرسيها وهي سخنة، ما تسيبهاش لما تبرد عشان تتهرس معاكي كويس وتبقى ناعمة. هتبقى جميله قوي بالخضار برضو، لو اطفالك مش بيحبوا الخضار دي فيها وخبيه كده جواها هيحبوه جدا لانه مش هيبان. انا اصلا بقلبها وعايزه اقول لك الريحه جميله، بسم الله ما شاء الله. يعني اهو يبقى احنا حطينا ايه مع بعض كده في البطاطس؟ حطينا ملح وفلفل وكمون، وحطيت فلفل رومي، وحطيت بقدونس، وقلبتهم كويس مع بعض، والموتزاريلا والجبنه التركي. مش حابه تضيفيهم ما تضيفهمش، مفيش مشكله لو ما عندكيش عادي. اهو علمتها كويس. تمام، اهو هوريكي شكلها دلوقتي. اهو شايفه بقت عامله ازاي اهي، هتشكل معايا رول. تمام، دلوقتي هنسيبها وهندخل على اللحمه. دلوقتي معايا نص كيلو اللحمه او بتهيألي اقل من نص كيلو لحمه، وحطيت عليها برغل، معلقتين من البرغل برده. لو مش حابه ان انت تحطي برغل مفيش مشكله. البهارات بتاعتي ملح فلفل جنزبيل وقرفه، وحاطه شويه من البهارات المشكله، بصله مبشوره، معايا بيضه، معلقتين كبار من البقسماط الناعم. وهبدأ برضو اعملهم مع بعض، اقلبهم مع بعض كويس. على فكرة هتعمل معاكي كمية كويسة من الرول. انا مش حاطة بطاطس كتير على فكرة، دي بطاطساية كبيرة كبيرة بسم الله ما شاء الله، يعني كبيرة يعني كبيرة. سلقتها وهرستها كويس. حاول اعجنها كويس. ريحة الجنزبيل والقرفة مع اللحمة جميلة جدا، كل ما تعجني فيها اللحمه بتاعتك هتنعم وهتديكي نتيجه افضل. بس هعجنها وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. دلوقتي انا عجنت اللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين كده. تمام، هبدا معايا بقى اجيب ورق الومنيوم ونشوف دلوقتي هنشتغل عليه ازاي، وهنجيب زبده وسمنه زي ما انتم شايفين اهو.
هبدأ أجيب بقى الزبدة بتاعتي، هدهن بيها ورقة الألمنيوم بتاعتنا. حطي طبقة كويسة من الزبدة عشان تحمر اللحمة، وكمان الألمنيوم ما يلمس اللحمة بتاعتك كويس، يعني هي من بعيد كده اهي. حطي طبقة كويسة عشان تطلع لك محمرة. انا عملتها مستطيلة اهو، واعمل الرول بتاعي على قد السمنه اللي انا حطيتها في الرول بتاعي. هبدا اجيب اللحمه زي ما انت شايفه كده اهو، افردها افردها على السمنه او الزبده اللي انت حطاها، طلعهاش على ورقه الالومنيوم. هنحاول نعملها مع بعض مستطيل. نضرب سوا واحد، زي ما انتوا شايفين كده انا سويتها مستطيل اهو على ورقة الألمنيوم بتاعتنا اللي مدهونة بالزبدة. وهبدأ اخد البطاطس بتاعتي اعملها رول وهدخلها فيها بالشكل ده اهو. اخد البطاطس هشكلها بتاع اللحمة كده زي ما انتوا شايفين. سيبي فراغ بس شويه، هو مفيش مشكله طبعا لو طلعت منك شويه من بره مش هتعمل حاجه، عادي جدا. بس احنا ايه، نحاول نظبطها رول كويس مع بعض عشان تطلع قد بعض وتطلع معاكي مظبوط اهو كده. انا هظبطها اهي، هنبدا نلف بقى اللحمه بتاعتنا بالورقه الالومنيوم عليها اهو. هبدأ اجيب امسكها من ورقة الألمنيوم دي، تمام، هبدأ الفها بيها كده زي ما انتم شايفين اهو. تمام اهو، هبدأ اشيل ورقة الألمنيوم اهو، شلتها. هبدأ ألف طبقة تانية اهو، شايفين بنفس الطريقة كده بالراحة اهو. شيل برضو ورقة الألومنيوم بس بعد ما ايه ألفها كويس رول اهو. انا مش عايزة ورقة الألومنيوم تبقى داخلة جوه، ورقة الألومنيوم دي تبقى من بره بس، وتكون اللي هي مدهونة بالزبدة ما تغلاش، تبقى محطوطة على الألومنيوم ده، تمام اهو. هبدأ أعملها شكلها رول معايا كده ايه. هقفلها من هنا برضو زي ما انت شايفة اهو، بصوا بقت رول معايا اهي. هبدأ برضو الفها لفة تانية، بس هدهن هنا بالزبدة برضو عشان هنا مفيش زبدة، وزي ما انت شايفين هي برضو اتقطعت معايا من هنا لان هو ضعيف طبعا، ورقة الألومنيوم بتبقى ضعيفة.
طبقة تانية من الأرنب ده اهي، هبدأ ألفها لفة تانية بالراحة كده. شيل ورقة الألومنيوم وهديها لفة تانية اهي زي ما انتم شايفين كده، تمام. هبدأ بقى ألف ورقة الألومنيوم عليها، أغطيها بورق الألومنيوم وأقفلها من الجناب زي ما انتم شايفين، والجنب التاني برضو. تمام كده اهو، بس تمام معايا كده اهي. قفلتها من الناحيتين وهبدأ اجيب صينية فيها شوية من المية، صينية اهي انزل فيها الرول بتاعي، وهجيب شوية من المية، مش هنحط مية كتير اهو كده تمام اهو. بس هي هتقعد في الفرن حوالي ساعة عشان تستوي، تمام كده. هتقعد معايا ساعة في الفرن وهنرجع مع بعض تاني بعد، هي هتقعد على درجة حرارة 200 لمدة ساعة، وبعد ساعة ان شاء الله هنرجع ونشوفها مع بعض ونقطعها. قلتلكم تاني بعد ما استوت معايا بعد ساعة بالظبط، هو بعد نص ساعة انا قلبتها على الجنب التاني، وبعدين نص ساعة التانية طلعت معايا من الفرن زي ما انتم شايفين، بس انا طبعا سبتها تبرد شوية عشان اعرف امسكها كمان معاكم. وهبدأ دلوقتي اشيل من عليها الفويل معايا. هي دافية مش ساقعة قوي. ريحتها جميلة جدا وخطيرة. زي ما انتم شايفين اهو، نبدأ نقطعها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل ما هتبرد كل ما هتقدري ان انت تقطعيها اكتر، بس عشان ايه، هي طبعا هتتاكل دافية زي ما انتم شايفة كده اهو. بصوا معايا اهي، طبعا كويس، بصوا بتشال معايا بكل سهولة ازاي. لو اول مرة تشوفوا الفيديو ده، لو اول مرة تشوفوا مطبخ نور، تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبكم طبعا ما تنسونيش باللايك. طبعا عملت معاكي كمية كبيرة مش صغيرة، يعني من نص كيلو لحمة وبطاطساية بس كبيرة، عملت معاكي كمية كبيرة زي ما انتم شايفين، وبالهنا والشفا. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.